نترككم مع شيف علا ودمتم في أمان الله. صباح الخير بلال، صباح الخير هبة، صباح الخير لجميع الزملاء خلف الشاشات وحتى أمام الشاشات. يعطيكم ألف عافية جميعا. مطبخ يوم جديد، أفكار جديدة وأفكار خلاقة دوما. رح نطلع فاصل صغير وراجعين، خليكم معنا. سيفوي، جودة وسعر. رجعنا لكم عن جديد لاستكمال ما تبقى من الجزء الأخير وليس آخرا من برنامج يوم جديد، البرنامج الصباحي على شاشة التلفزيون الأردني. يوم جديد، أفكار جديدة، رسالة جديدة، كل يوم بنقدم لكم إياها على طبق من ذهب. بنقول صباح الخير، نفسي أحكي شركسي، صباح الخير للصديقة والزميلة والأخت الكبيرة السيدة فادية خواج. السيدة فادية من المطبخ الشركسي، بشرفنا اليوم نحط المطبخ الشركسي تحت المجهر، بشرفنا نقدم لكم الأطباق الشركسية المعروفة كلياتنا بنعرفها وبنسمع عنها، بس غالبا يا إما ما بنعرف نعملها يا إما ما حدا داقها. ولكن اليوم على إيد الست فادية خواج رح نعرف تفاصيل أكثر، رح نفوت بها الثقافة ونقول أهلا وسهلا ست فادية. صباح الورد، صباح النور. وجهنا للكاميرات، تعرفي عن نفسك. اهلا وسهلا فيك. اهلا وسهلا فيكم. اول شيء شكرا كثير للتلفزيون الاردني، شكرا كثير على الاطلاله الجميله اللي اختلفت كليا من عن السابق. يعني انا مبسوطه كثير على الشباب، ما شاء الله كلهم طاقه وايجابيه. انا اسمي فاديه خواج، صاحبه مطعم جينكوز بليت بالسابع. بشرفني اليوم اني انا اشارك الشيف علا بطبق شركسي اللي هو عباره عن الشيبس وباستا والزتيج. نعم. الشيبس وباستا أكلة شركسية اللي هي الأكلة الرسمية عندنا. نعم. والزتاج طبق حلو. نعم. بحب أحكي زي ما عارف الشيف علا بالشركسي، في بشد قشف وسي شبخة سي شبخ سلابة سي قش دي تحمد دي نبجغ وبسوري في بشد قشف. أهلا وسهلا فيكم كلياتكم، وإن شاء الله يا الله تكون حلقتنا ناجحة. آمين. وتبسط الجميع يا رب. أكيد أكيد. أهلا وسهلا طبعا فيكم. الست فادية صبحت عليكم وعرفت عن نفسها بالشركسي لحتى تفوتوا شوي معنا بالمود، وأنا طلبت وجود الموسيقى الشركسية لحتى نعيش أنا وياكم في هالأجواء الحلوة اللطيفة. أهلا وسهلا فيك ست فادية، وجودك معنا شرف لإلنا أكيد ووسام شرف. لحتى نحكي أكثر عن هاي الأطباق، رح ناخذ مقادير الطبق الرئيسي للطبق الشركسي شيبس وباستا على الشاشة معكم، تفضل. إن شاء الله. اليوم إحنا شيبس وباستا عنا، أنا يعني لما بلشت بأني أنشهر في الشيبس وباستا بدي الجيل اليوم بلش ينقرض هاي الطبخة. نعم. من الشباب الصغار الصبايا، فأنا دائما يعني صار عندي هدف أني أرجع التراث الشركسي والطبخ الشركسي، أني أعلمه للجميع. نعم. للجيل اليوم وجيل اللي رح إن شاء الله لقدام، لأنه إذا إحنا أنا الجيلي ما قدرت أعلم لقدام فمعناته إحنا التراث تبعنا رح يروح ويختفي. نعم. يتلاشى. أكيد. أكيد. اليوم من الشيبس وباستا المقادير تبعتنا، ناخذ المقادير، ناخذ المقادير. هلا احنا عياراتي انا كل كاسه جوز بيكون. نعم. عندي كاسه جوز بكون ناقعتها بمي مغليه. كل كاسه جوز بدها ثلاث كاسات طحين قمح محمص. نعم. وبدها راسين ثوم وبصله. بصله هذا المكونات الرئيسيه. وعندنا الفلفل الاحمر اللي هو الشبجي داغه. شبجي داغه اللي هو الفلفل الاحمر. ايوه. في أطلع. البابريكا وفي الحار. وفي عندنا الكزبره الناشفه، هاي طبعا حسب الرغبه، مش كل الناس ترغبها، في ناس بيحبوها بالكزبره الناشفه في ناس لا. والملح. هذه هي مكونات الشيبس. الباستا هي عباره عن برغل، كاستين برغل ونص كاسه رز. هلا احنا كاستين برغل خشن طبعا، احنا بنحط نص كاسه برز. خلينا نقدمها هون بس نخلي الكاميرا تاخذ لنا. هي هاي ايش؟ هذه برغل، كاستين برغل ونص. نعم. كاسه رز البرغل خشن طبعا. الرز بنحطه احنا عشان البرغل يتماسك، اذا ما حطينا الرز مع البرغل بفرط. نعم. فهذه بنغسلها مزبوط وبنحطها على طنجره ومي بارده تقريبا ضعف الكميه المي تبعتها. بنخليها اول 10 دقائق على نار حاميه تغلي. لما تكشف بنوطيها وبنغطيها. تمام. بالنهايه طبعا معلقه ملح، بس ملح، لا بدها ما بدها اي شيء ثاني، مي وملح. بالنتيجه بتكون عندنا هذا الطبق يعني هيك. هلا خلينا بالشيبس. يلا تفضلي. انا شو بدك مني؟ انا جاهزه. يلا حاضر. اول شيء بناخذ الزيت، زيت نباتي. زيت نباتي. أوكي. يفضل زيت نباتي طبعا، ما بكتر انا زيت لانه انا بيهمني انه اخذ دهنه الدجاج. ايوه بالضبط، الدهنه الموجوده في الدجاج اطيب. بالضبط. يعني هذه بس عشان اقدر احرك البصل والثوم. نعم.
شوية زيت على الطنجرة. يعني أنا نيالي اليوم عم باخد منك درس ببلاش. صح؟ ما شاء الله أنت الكل. الله يسعدك، أنت البركة. هلا بس يحمى عندي شوية زيت، بضيف البصلة. بصلة مفرومة ناعمة. بصلة مفرومة ناعمة. تمام. يعني بالنتيجة أنت لو ما قدرنا نفرمها إحنا ناعمة كاملة بنفرمها، لأنه آخرتها بدي أحطها بالخلاط. أكيد. فما في مشكلة. هاي. بدنا الثوم. ثوم. تمام. طبعا الست فاديه الثوم، كل دجاجه بدها راس ثوم للدجاجه وراس ثوم للشيبس. اللي بيجرب الشيبس وباستا بيعرف انه طعم الثوم بيكون كميه وفيره، كميتها جدا. وفيره جدا والطعم واضح والريحه عبت الاستديو للي شامين. قلبي معاكم خلف الشاشات. هلا بنضلنا نحمرهم. نحمص البصل. هلا انا بكون طبعا هون انا جهزت الطحين، حمصته في البيت. تمام. الطحين بحمصه بدون زيت ولا شيء، بنجيب الطنجره أو مقلاية ومنحمص الطحين على نار هادية تقريبا ربع ساعة، لما مجرد ما تطلع ريحة الطحين لما يطلع ريحة الطحين نحس إنه طلعت ريحته بيكون هنا اتحمص الطحين. اتحمص أول إشي بتطلع ريحته وبغمق لونه. بالضبط، بغمق شوية بس إنه مهم أول ما تطلع الريحة لازم نطفيه، بعدين بدنا نضلنا تحريك مستمر، ما بيصير نتركه لأنه الطحين بنحرق. بالضبط. أنا فينا أنا ما بحط بصراحة لما أحمصه ما بحط لا دهن ولا سمنة ولا زيت. نعم. طبعا هاي حسب الرغبة، في ناس بيحطوا. نعم. هلا هاي بنضلنا نقلب فيها، بحط عليها شوية فلفل أحمر. معالق هاي، احكي لي ايش بدك انا جاهزة. هاي هاي ها. المهم اكل من تحت ايدك اليوم. فلفل أحمر، بنحمل البصلة. تمام. اللي هو ايش اسمه عندكم؟ شبجي دارة. شبجي دارة. هلا هاي لعبين ما هلا هاي نقلبها. اعطيني اقلب عنك. هلا احنا عندنا الشبجي داغا، خلينا نحكي عن الشبجي داغا، هو الفلفل الاحمر. بنخلط زيت مع سمنه، مثلا مقدار زيت مقدار سمنه، في ناس بيحبوا سمنه لحال، في ناس بيحطوا ميكس سمنه مع زيت، انا بصراحه زيت بحط زيت نباتي. هلا الشبجي داغا طريقته بنجيب بصله نفرمها ناعم ناعم على قد ما بنقدر من ناعم البصله، بنحطها بالزيت البارد. مجرد ما احنا خلينا نحمي طبعا نشغل الغاز، مجرد ما تغير لون البصله صار للون الذهبي، ذهبي مو اكثر، بنطفي الغاز بنشيلها بنحطها على جنب بنخليها تبرد. لما يبرد الزيت بصير عندنا انه بقدر احط الفلفل الاحمر. نعم. مثلا نقول كاستين زيت، بقدر احط له كل كاسه معلقه فلفل احمر حار، يفضل حار واطيب. وهو بارد يعني فاتر ما بصير يكون حامي، لانه اذا حطينا الفلفل الاحمر على الزيت الحامي حرقه. طبعا فدائما بقولوا ليش الشبجي داغه او الفلفل الاحمر عندك لونه حلو، لانه بحطه بالزيت الفاتر. بعد ما يتحمص البصل باخده. طبعا انت هاي الطريقه اللي بتعمليها في مطعمك؟ هذه في مطعمي وانا الحمد لله مشهوره فيها يعني. اكيد. طبعا الست فاديه بتغطي حفلات كيترينج اوتسايد يعني بالخارج، مناسبات، بوفيهات، اعراس، فشكرا جزيلا انها اعطتنا هالوصفه الكثير طيبه. عم بعطيكم اياها بدقه، بتقدمها بمطبخها بتقدمها للناس. لاحقا اللي بحب يجرب اكلاتها أنا بزودكم برقمها وحتى بعنوان مطبخها، إشي خطير. أنا خليني أغشش حالي، أنا جينكوز بليت للسابع. نعم. بعمل أكل شركسي وأكل عربي، عندي وجبات يومية للموظفين ريحناهم، وعندنا طبعاً تواصي. طبعاً الحلو في مطعمك وما يميزه عن باقي المطاعم إنه اللمسة الأنثوية موجودة، اللمسة اللي إحنا بنحبها، يعني أحياناً في ناس بتقول بدي لقمة الماما أذوقها أو كذا، فموجودة عندكم الله يقويكي. طيب هلا هون بنعمل؟ هلا هون حمرنا هذه، هلا بنضيف عليها البصل الدجاجة. هلا طريقة تقطيع الدجاج إلى مش كل من قطع دجاج قال أنا دجاج، أو نعم. مش من كل صفة صواني صار حلواني. هلا نعم. احنا الدجاج الطريقه الشركسيه عندنا الدجاج بنقطع الدجاج على 6 قطع أو 8. نعم. الدجاجه لازم تنقطع من المفصل، الدجاجه لازم نكسر الدجاجه نقيم المفصل، ليش نكسر العظم؟ نعم. بعد المفصل بنصير نقطعها بالسكينه. فبنقطعها وبنضيفها لهون، بنحمر الدجاجه بنحطها هون بنسلقها. بعد ما قلينا البصل مع الثوم مع الفلفل، بحط الدجاجه هلا هون وبضيف لها مي مغليه وبغطيها حتى تستوي. حتى تستوي الدجاجة. هلا هون هيك استوى. طيب بتصفي عندي بس بقيم الدجاج، بتصفي عندنا المرأة هون، مرأة الدجاج اللي طلعت منها هلا هاي مرأة متومة. طيب يلا بنقولها هون عشان نكمل معهم، احنا اختصرنا خطوات. بالضبط. لأنه صراحة هاي الطبخة يعني لا يقل عن 45 دقيقة بدها، فأنا بهمني توصلك المعلومة صحيحة. وكمان ناكل لقمة هنية. يعني هنية وعلى أصولها. حبيبتي. فهيك بعد ما هي قلت لنا البصل والثوم والسمنة أو الزيت. الزيت. نعم. زيت مع بصل مع ثوم، حطينا الدجاج، انسلق الدجاج، سحبنا الدجاج هلا. سحبنا الدجاج، هاي شايفة أنت هذا اللي على الوجه، هذه هي بصل الدجاج. بالضبط. وهذا الأحمر اللي هو الفلفل الأحمر. نعم. هلأ بنجيب الخطوات عشان إحنا ما رح نلحق، بنجيب الخلاط
بنحط الجوز اللي هي قلنا كاسه جوز وبنحط عليها اللي هي تقريبا راس الثوم. طب ست فاضيه ليه بتنصحي الجوز مغسول؟ لانه كثير بيطلع منه وسخ. نعم لازم ننقعه مي مغليه ضروري اقل شيء ساعه يعني اقل شيء. بتشوفي اللون الاسود راح، بهذا بحافظ على لون الشبس بخليه فاتح. ايوه صحيح، وبشيل الوسخ والتراب وبغير لون الشبس حتى لونه كثير بجنن. بضل نظيف. هذا منقوع ومغسول. نعم. هلا كاسة جوز بدها راس دوم، بنحطهم بالخلاط بنخلطهم مع بعض. وهيك انتهى الشيبس. بنجيبه هلا الشيبس خلصنا، هون خلطنا وهون مرقتنا جاهزة. المرقة عم تسخن. ننزل فيها الدجاج. بنحط الدجاج فيها. نعم تفضلي. طبعا الدجاج زي ما حكينا احنا جاهزنا لحتى نختصر. احنا اختصرنا يعني، بس هذا عشان بدنا اياها متومة بدنا نعملها هيك. نعم. انت عم تسقي بالمرقة. بسقي بالمرقة بالضبط. ولازم اضيف التومه زياده، احنا قلنا راس تومه للشبس وراس تومه راس تومه للشبس وراس تومه للدجاج. اوكي. هلا هون في ناس بيحبوا الدجاج ما بيحبوا مشوي، بيحبوا انه يدقوا التوم ويحطوا على وجهه. نعم. وفي ناس بيحبوا يشوي شويه. نعم. هلا هيك عندنا احنا الدجاج صار جاهز. يعني الريحة بتجنن. هاي عندك هون العلا صار جاهز. تمام. هلا بدنا نبلش بالشيبس تبعنا اللي هو قلنا كاسة الجوز بدها راس توم والطحين 3 كاسات طحين. هلا كيف بدنا نعمل؟ احنا عملنا 3 كاسات علا وعملنا هذول خلطناهم، هلا محتمل يطلع سميك، فأنا لازم يكون عندي مية دائما إضافية عشان أكسر مرقة الدجاج. إذا ما كفتني بكون عندي حليب، يفضل انه الحليب حليب. او مرقه دجاج مضبينها من قبل. نعم. حليب. هي احنا في يعني بنحط قشطه مرات بالشيبس. والله قشطه طبيعيه طبعا اذا في عندنا، بس مرات ما بتتوفر القشطه. نعم. فبنضطر انه ما نحط حليب اذا نقص. هو عاده انا ما بنقص مثلا معي لانه بكون حاسبه الكميه يعني. طبعا. فبنحط حليب ما بنحط مي. هلا خلطناهم هدول مع بعض، هلا بدنا نخلط الطحين معاهم. بيكون عندنا الفاتر هذا الشيبس المرقه فاتره، لانه اذا حطينا الشيبس الطحين بميه بالشوربه اللي ثقيله او المغليه بخرب بكبتل. فلازم يكون عندنا فاتر. نعم. عشان نقدر نخلطه. نعم. هلا هيك احنا عملنا الشيبس هون نحركناه اللي هي هاي. هلا اخذنا الطحين القمح مع الجوز مع الثوم. الجوز كله بيكون مع الثوم كله بالخلاط. بالخلاط بالخلاط. يعني في ناس بيحبوا شوي يكون حبيبات، في ناس بيكون بيحبوا انه يكون مالس. طيب يعني احنا بدنا ناكد على ظهور ارقام البرنامج اسفل الشاشه لحتى نسمع صوت الناس الطيبه ونصبح عليكم. اي حدا عنده اي سؤال بخصوص هالطبخات او بخصوص المطبخ الشركسي عامه، الست فاديه وجودها معنا مكسب اليوم لحتى ناخذ منها معلومات اكثر بما يخص هالاطباق تحديدا. هاي اطفي تحتيها؟ لا بدنا نفرجيهم هلا كيف. هلا انا عندي هون انا الشيبس عندي جاهز بس حاطه كميه قليله عشان اقدر ازيد لهم. يلا انا هون مجهزته طبعا، طحنا الجوز والتومه مع بعض وحطينا هاي الشيبس عندي هون عشان انه يشوفوا كيف انه انا بدي اعمل. بدنا نحط طحين ونزيد عليه مرقه الدجاج اللي متومه اللي احنا طبخنا فيها. ما بصير نحط مي. تمام. قلنا اذا شفنا القوام كثير سميك بكسره بحليب، بكسره بحليب او مرقه دجاج زياده. نعم يكون عندنا مرقة احنا ضابينها حفظت انا نوعا ما. بالضبط. هذا بده يضل تحريك مستمر. ما بيصير نترك الطحين لانه الطحين القمح ثقيل، فاذا تركتيه بدون ما تحركيه انحرق تحت شعطه. نعم. طيب احنا ناخذ شويه من مشاركات المشاهدين والمتابعين على الفيسبوك. معنا انشراح الحباشنه من المتابعين الدائمين والمستمرين لبرنامج وفقره المطبخ على برنامج يوم جديد. ام زيد صباح الخير لضيفتك، بيصبحوا عليكي. اميره الحتامله يسعد صباحكم. عايده الهندي معانا. محمود العبادي اهلا يا محمود. اميره الحتامله يا ريت السمبوسك الشركسيه اذا فينا نعطيهم الحلبة. الحلبة. الحلبة الشركسيه. نعم احنا هذا اللي بنعرفه يعني مبدئيا. ان شاء الله. هلا هيك احنا عندنا الشيبس جاهز. تمام. كل ما نشوف قوامه انه سميك بنضل نزيد عليه من مرقه الدجاج. تمام. المرقه على. يلا نكمل. مين معنا؟ عماد الشهاب صباحك ورد يا عماد. ام زيد اهلا وسهلا. سكينة سليمان الربيع معنا. نهى عصفور ازكى اكله بتقول. دلال حبول يسعد صباحكم جميعا. وبشير الحلو صباح الخير لك كمان يا بشير.
سحر الشيخ سكينة سليمان الربيع وسميرة المناصير فاطمة الرفايعة. في عنا ناس هلا أرقامنا عم تظهر أسفل الشاشة لحتى نسمع صوتكم، واللي عنده سؤال حياكم الله. أم قصي الجبور صباحك ورد. سلام نبيل بتقول شو هذا؟ إحنا اليوم من مطبخ يوم جديد عم نقدم المطبخ الشركسي تحت المجهر لحتى نحكي أكثر عن هالثقافة، ثقافة الشعوب اللي حوالينا. معنا اتصال من الزرقاء. ألو صباح الخير يا دعاء. كيف حالك؟ ألو صباح العسل. صباحك. أنا بس أسألك. تفضل. أنا أسألك عن طريقة القدرة. عن طريقة القدرة. قدرة فلسطينية. وطي التلفزيون واحكي معي من تليفونك عشان أسمعك. معك تفضلي. بعرف بدي طريقة القدرة الفلسطينية. طريقة المقلوبة فلسطينية. فلسطينية المقلوبة الفلسطينية، أو يمكن أنا سمعت غلط. عاودي معنا الاتصال لحتى نسمعك، بس وطي صوت التلفزيون. أتمنى من الناس المتصلين معنا توطوا صوت التلفزيون، تحكوا معنا من التليفون عشان نلبي طلباتكم. القدرة الفلسطينية، القدرة خليلية تحديدا، بتلاقيها على تطبيق اليوتيوب فقرة المطبخ من برنامج يوم جديد. اكتبي يوم جديد القدرة الخليلية تطلع لك على أصولها. سويناها في بداياتنا أول الطريق. طيب إحنا هون نزلنا الطحين الأسمر. نزلنا الطحين الأسمر مع الخلطة والتوم. وبعدين قعدت أفحصه لما شفته إنه كتير قوامه كثيف وسميك. كسرنا إما بالمرقة اللي حضرناها. المرقة هي تضلتني أضيف أنا شوي ما بضيفها مرة واحدة. حتى لأن لونها أحلى أتوقع من الحليب. هي إذا نقصت أنا بحاول إنه ما تنقص، بس إحنا بنحكي لقدام إنه إذا الصبايا يعني نقص معاهم مرات ما بيكتروا المرقة. هلا هون أنا ما حكيت لكم عن الملح. لما حطيت هون قلبت أنا حطيت ملح مع الدجاج. مع مسلقة الدجاج. فلما أنا استعملت المرقة هون إذا ضل طبعا إحنا بكل طبخة لازم نطبخها يعني بنرجع لحاسة الشم والذوق. طبعا هلا هون رح ندوقه إحنا، إذا شفنا ناقص ملح بنضيف ملح. تفضل دوقي خذي راحتك. أنا بدوق على آخر السفرة. ممتاز تمام صحة بالهنا. هلا هيك الشيبس عندنا خلص. الباستا هلا بنكون احنا الباستا بنكون يعني لضيق الوقت طبعا. بكون انا سالقتها حطيتها على الغاز 10 دقائق على نار حاميه، كاستين برغل مع نص كاسه رز مغسولين. وبسلقهم. لما اشوف المي نشفت شوي قربت للاخر عندنا في شيء اسمه البلاغ. البلاغ هو عباره عن زي هاي العصايه. بتكون مبوزه من هون ونفس الطريقه هاي بنصير نعجن فيها الباستا مع بعض وهي على النار، نضلنا نعجن فيها حتى تتماسك تصير بهذا الشكل. بتماسك البرغل مع الرز. تمام ناخذ على الكاميرا. اذا هذا هذا الشيبس وهي الباستا. هذا اللي هو عباره الباستا اللي هو عباره عن البرغل والرز، والشيبس عباره عن الجوز توم الملح. طبعا انا اصريت بانه ننطلق من برنامج يوم جديد بهذا الطبق تحديدا. كثير بيحتاج وقت من التحضير وكثير خطوات كثير اطول من هيك. راح اترككم مع موسيقى شركسية تندمجوا معنا والكاميرا على ايد الشيف. بدنا نعلي الغاز عليه. يلا خلينا نجيبه هون لانه هدول تعرفي شو التاتش، اذا قربنا على البورد بطفي. خلينا ايش نتعامل معاه بسلاسه عشان يضل احنا ويا اصحاب. طيب احنا مكملين معاكم. هلا رح اخذ مشاركاتكم. معنا الشيف محمود عقل
احد الشيفات العاملين في فنادق المملكه، بقول لك اطباق شركسيه بامتياز. الحمد لله. طيب معنا حنان الزعبي، يسعد صباحك وصباح ضيفتك. وحسن علي زعارير، صباح الخير. ساره الروسان، يعطيكم العافيه. والضيفه اللي معك ام سرحان القريوطي. برنسس امل، صباحكم ورد. سيدرا ابو زيد. محمود عقل، اهلا فيك شيف. خلود الرواد، صباحكم ورد. نوال فؤاد، والله انا صحباتي شركس بس ما اكلت هالاكله، دعوه لهم يعزموني. اهلا وسهلا فيك. انا بدعوك عندي في جينكوز بليت بالسابع، يشرف لي وجودكم معي. والله صراحه والله اهلا وسهلا. يعني اي حدا بيحب يجي عندي على المطعم ضيافه مني اهلا وسهلا. الله يسعدك. راح اطعمكم شيبس وباستا واكلات كثير طيبه، اكلات ثانيه. الله يسعدك يا رب ما بتقصري. ام مراد القصراوي، صباح الورد لك ولضيفتك، الجميع جميع المتابعين والمشاهدين خصوصا السيدات عم بيصبحوا عليكي. صباح الخير. رزان قاشوع، صباحكم ورد. ام محمد البنا وام حمزه الجيلاني. وختام معانا وعبير الجندي، صباحكم ورد. منال المناصير، بدنا طريقه عمل الجوزيه، رح نعملها لايف من خلال فقره المطبخ ان شاء الله بكل حذافيرها من الصفر. معنا شذا مرعي كمان بتقول لك صباح الورد لضيفتك. ام ريان، برنسس امل، يسرى السيناوي، نوال فؤاد. الحلوى رائعه ودائما بنعملها، طبعا احنا تعلمناها من اخواننا وحبايبنا واصدقائنا الشراكس من اطيب الاطباق الشركسية. حبيبتي علا، شكرا كثير لك، شكرا على هذا المديح، يعني عم تبسطيني. لا ابدا والله ما هو مديح، هو هذا كلام من عمالك بتبسطيني على هاي الناس من الاخر يعني. ست علا، طب بس تعطيني صحن عشان نزين وبعدين بنحط بهذا كمان. ايش طبق عادي صحن مفرود؟ مفرود وبعدين بنحط الشيبس بهاي. ابدا، ايش بدك عندنا موجود؟ عادي اي صحن. دللي الثاني، ثاني واحد. يلا تفضلي. معنا اتصال من عمان. الو صباح الخير. الو يا عناد. الو صباح الخير. صباح الخير. صباح الورد. كيف حالك يا فلا؟ اهلا، يسعد صباحك. والله انا بقول لك بس شغله، امي ما تعلمت الطبيخ غير عدوي. الله يسعدك، انت البركه يا عناد، الله يخليك. والله يسعد صباحك. بس الله يسعد صباحك بخدمه الناس الطيبه. الله يسعدك. الله يسعدك، شكرا على اتصالك، صباحك سعيد. هلا بدنا نحط طريقه تقديمه للشيبس. نعم، اول شيء هي بالوضع الطبيعي. كيف الوضع الطبيعي؟ تمام. هلا اول شيء بناخذ قطعه الباستا نحطها بوسط الصحن. هلا هدول ست فادية انت مقطعتيهم بالسكين؟ بنحطهم نفردهم بصينيه زي مثلا فردناه بهذا الجار. تمام. بنحط على ايدنا مي بارده وبنصير نعملها زي الهريسه بتكون. تمام. هذا بنقطعها شكل اللي احنا بدنا اياه، القياسات اللي احنا بدنا اياها. تمام، بتكون هيك. أوكي. هلا هاي قطعه الباستا، هاي قطعه الدجاج. اوكي، نحطها هون. طب شو سبب التسمية بشيبس وباستا؟ يعني للي ما بيعرف بالمطبخ الشركسي بفكروا انه هو معكرونة. لا مش باستا، هي باستا بالطا. لا احنا في بلاد القفقاز. لا بدي اضيف عليها لهون. احنا في بلاد القفقاز كتير مناطق باردة. نعم. فبنعتمد دائما على اكلنا. كل بيوت الشركس سابقا عندهم بيربوا الحيوانات والطيور. نعم. فاعتماد اكلهم كلياته على الدجاج، على الطيور، على هيك. ومناطق البارده هاي كلها بتعطي طاقه. نعم اكيد. طحين القمح بيعطي طاقه، الدجاج من البيت كثير بتدفي. بالشتاء كل الشراكس عندهم هاي الطبخه، يعني شبه بديش احكي يومي ولكن مره كل اسبوع عامه. بالزبط. بلاحظ لازم يعملوها كثير بتدفي وكثير. هلا هاي اللي حطيت انا الدجاج، الدجاج متوم طبعا. نعم. وهذه كلها متومه، حطينا قطعه الباستا، حطيت عليها الشيبس فوقيها، وهلا بنزينه بالشبجي داغه. تمام. يا عيني الله، هيك بتتقدم بهذا الشكل؟ هيك بتتقدم بمطعمك هيك بتقدميها؟ بالضبط هيك. هلا هذا اللي الخارجيه نفس الشيء. لا الوجبات الخارجيه لا؟ لا لا، الجوز خلص، احنا الجوز هون جوز والثوم وطحين والبصل اللي حمصناه مع الثوم كله ضربناه بالخلاط، فهي متومه جاهزه هلا عندك. هون هيك بالصوره النهائيه، هاي بالصوره النهائيه. ومنفضي هون باستا. هلا رح نحكي عن هالاشياء اللي قاعده عندنا على الطاوله، اشياء بتجنن جدا من التراث والفولكلور الشركسي. علا نطفي الغاز لانه الربي يتبخر هذا على طول. حاضر. لا شيء طرطش ويعبي الدنيا. طب اذا زاد عندي كميه كيف طريقه حفظها بما انه فيها كميه وفيره من التوم؟ هلا احنا لازم بس يبرد اي الشيبس تبعنا، لما يبرد بنحط بالثلاجه، لما بدنا نسخن ثاني يوم مثلا هو ثاني يوم بيطلع اطيب على فكره. لما بدنا نسخن بنسخن الكميه اللي احنا بدنا اياها، ما بنسخن الطنجره كلياتها من طولها ومنسخنها على الغاز. نعم. بنسخن الكميه اللي بدنا ناكلها. وكل يوم بتتقل.
طبعا يعني بتبرك ما شاء الله، اكل فيه بركه. فبالثلاجه وبنصير نسخن، بس لازم تتغطى ما تتعرض للهواء. بتأشبر فيها طحين قمح اكيد. بده يبرد يعني. هاي الشيبس انا طفيت على فكره، بس هو هو بدا بياخذ حراره وببرد بسرعه، مشكلته انه ببرد بسرعه. بس يضربوا الهواء. ايوه هاي الشيبس عندنا جاهز هون. تمام. وهي عندنا الباستا وهي عندنا الدجاج المحمر. هيك بتكون طبختنا جاهزه. تمام. على فكره بدي احكي، بحب احكي للي بحبوا يطبخوا شيبس وباستا، الشيبس وباستا مستحيل ينطبخ نفس اليوم. لازم قبل بيوم يكون محمصين للطحين، مقطعين الدجاج محضرينه، لانه هون بياخذ وقت كثير. فانه انا اجي اقول اليوم بدي اعمل شيبس وباستا وافوت على المطبخ كثير صعب. نعم. الجوز بده تنظيف، بده نقع، بس البرغل الاكثر شيء بيكون يعني سهل، انه احنا بنركب البرغل اللي هي الباستا وبنبلش بالشيبس. نعم. فلعبين ما نعمل الشيبس نحضره ونجهزه ونخلطه بيكون الباستا عندنا جاهزات. تمام. لازم يكون عندنا الطحين محمص، الثوم مقشر، الجوز منقوع. طبعا هاي توصيات سيدة عاملة في المجال ومتمرسة بتنظيم الوقت، وكيف أطلع أطباقي لجمهوري وزبايني بالوقت المحدد، وكيف لقمة تكون نظيفة، وكيف أنا أعمل الأكل على الأصول. فهي توصيات من سيدة صاحبة تخصص حبيبي. فأتمنى أنكم تاخذوا بتوصياتها، وأكيد إحنا اليوم كان لنا الشرف باستضافة الست فادية. يعني هاي الأطباق إحنا بنعتز فيها، وأكيد الشركس هم أو عامة يعني جميع الناس لما بدك تتعرف على فئة، أول إشي بتطلع على شكله الخارجي، بعدين بتركز باللغة، بعدين بتطلع على اللباس، وآخر المستجدات بتكون عندك لما أنت بتاخذ كل الصورة عن الشخص اللي أمامك. أول إشي بتسأل عنه اللي هو الأكل. الأكل لما بدك تعرف على شخص بقول له أنت شو عاداتك، شو تقاليدك. فإحنا رح ناخذ فاصل صغير ونجهز طاولتنا لحتى نعمل زتيج بالقطر اللي هو المطبق، هو دحلاية شركسية على أصولها. فاصل ورجعين، خليكم معنا.